وديما معكم مباشرة، أي سؤال عندكم طرحوه علينا، وأي وصفة كتبحثوا عليها أو عشبة كيفاش تستعملوها، أو أمور طبيعية اللي غادي توالمكم في حياتكم في الجمال باش أنك تهلاي في راسك لله، ممكن طبعا تسولي مباشرة دكتور عماد ميساب، دكتور الصيدلة والاختصاصي في العلاج بالأعشاب، اللي هو كيرافقنا وكيجاوب على كل أسئلة مستمعتنا على رقمنا 55 90. دكتور عماد، عندنا أسئلة ديال المستمعات وحتى ديال المستمعين اللي كيطرحوا تهما أسئلة عليك، وكانت الأخت زينب من فاس سولتك على تساقط الشعر من الربيع، وعندنا أسئلة عبر الاسماس، رسائل كثيرة اللي فيها نساء ورجال كيسولوا على تساقط الشعر، واش تساقط الشعر أو الشعر اللي كيطيح، كي الفرق ما بينه عند المرأة وعند الرجل، الراجل ملي كيطيح له الشعر واش ماشي بحال المرأة؟ نعم، واش صعيب الراجل يخلف ليه الشعر على المرأة؟ الراجل فوقاش يمكن له يخلف ليه الشعر، هي ملي كيكون عنده بدا عنده تساقط شويه ولكن باقي عنده الشعر في راسه، وكذلك المسام كتكون باقا متسعة، اذا هنا كاين قابليه باش ان الشعر يعاود ينوض. اما في 65% من الحالات اللي كتكون حاله وراثيه، خاصه كما شرت لها بزاف ديال المرات، ان عندما كيكون طالع الهرمون ديال التستوستيرون عند الرجل فالتساقط كيكون، وبالتالي فالشعر ما كيعاودش يتخلف في هذيك البلاصه الا عن طريق عمليات اللي كدار، وهذه فالمنصوح انها ما دارش لانها كتضرب الفروه ديال الراس وكذلك كتضرب الراس ديالنا. فبالنسبه للسيدات اللي كيكون عندهم بدا عندهم تساقط ديال الشعر، وهذا المشكل عنده بزاف ديال العوامل، يا نتيجه التوتر يا نتيجة استعمال المواد الكيميائية مثلا الترطيبة أو الصباغة أو مواد اللي ما كتكونش صحية على البشرة على الجلدة ديال الشعر ديالنا. وكذلك كما كنعرفوا ملي كتكون التغذية غير متوازنة، فلتفادي هذه المشاكل هذه فكيمكننا ندير واحد الوصفة بسيطة لهذا المشكل ديال تساقط الشعر. إذا كناخذوا جوج بيضات كنضيفوا لهم معلقة كبيرة ديال العسل الحر، واللي ما عندوش العسل الحر نعم يمكن له يدير معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، ولكن الاحسن يكون العسل الحر لانه الاملاح المعدنيه اللي فيه هي اللي كتغذي لنا البشره والفروه ديال الراس. اذا جوج بيضات، معلقه كبيره ديال العسل الحر، ثلاثه المعالق كبار ديال بصله محكوكه، كنخلطوهم مزيان كندهنوا بهم الجلده ديال شعرنا وكنخليهم مده ديال ساعه ثم كنغسلوه. هذه العمليه كنديرها جوج ديال المرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور. احنا كنعرفوا على انه هذا وقت الفواكه، وهذا الصيف تبارك الله الخيرات في بلادنا كاينه، اش من كياد اللاح والبطيخ، السويهله، الهنديه، الكرموس، الخوخ، الشهديه، شنو هي الاهميه ديال هذه الفواكه، واش ممكن ايضا تفيد مستمعاتنا بوصفات اللي فيها هذه الفواكه دكتور عماد؟ فانا مثلا كنعرف واحد الوصفه دائما كنصح بها السيدات، مثلا السيده وسمعنا اليوم خدينا مثلا عصائر او دي كلاص بالبنان، القشره البنان السيده ما تلوحاش. نعم، فيمكن لها ديرها على البشره ديالها، لان كما كنعرفوا البنان فيها مواد كتحيي لنا البشره اللي كتكون ميته، كذلك كتجدد الخلايا، وكذلك كتحيي لنا الاثار ديال كما كنقولوا ديال الحراق او الاثار ديال شي جرح، فهي كتساعد باش كتحيدو، لان المواد اللي في القشره ديال البنان كما كنقولوا بحال كترمم، مرممه سيسا يعني ريباراتريس، كترمم البشره وكترجع لديك الحيويه الاولى ديالها. كذلك ذكرنا كثير اللي هو البطيخ، فهو عنده واحد الفعاليه كبيره على البشره، لا بالنسبه للشعر كذلك يمكننا ندهنوا غير الجلده ديال البطيخ الداخلانيه ونخليوها مده ديال ساعات ثم نغسلوها. وكذلك ما ننساوش الخوخ اللي فيه ماده البيكتين اللي هي ماده قويه كثير في تجديد البشره، وكذلك تعتبر من مضادات الاكسده القويه، اذا كتساعدنا يا بالنسبه للتبييض ديال البشره يا بالنسبه للارجاع هذاك الماء اللي كيتفقد من البشره، وكذلك كتساعد البشره ديالنا باش كتبقى دائما كتحافظ على داك الشباب ديالها، وكيحافظ على ديك ان الشيخوخه السريعه ما كتصابش بها البشره ديالنا.
على رقمنا 5590 عندنا اس ام اس ورسائل اللي غادي نقراو البعض منها. فمثلا عندنا الاخت سناء من بني ملال اللي كتقول لنا صباح النور اختي سناء وخويا عيمان، شكرا لك سناء. كتقول على انه شعرها طويل ورطب ولكن ناشف وكيتقصف. عندنا ايمان من الدار البيضاء اللي كتسلم علينا وكتقول لنا انها كدير واحد الوصفه ديال الزنجلان وزريعه الكتان مع زيت الزيتون لتقوية الشعر، واش هاد الوصفة مزيانة؟ عفاكم سي اورجون. واش هاد الوصفة مزيانة اللي كتقول لك إيمان؟ نعم، ف كدير الزنجلان وزريعة الكتان مع زيت الزيتون لتقوية الشعر. نعم، فنصحها أن زريعة الكتان تخليها مرقدة في شوية ديال الماء حتى تطلق هذاك المخاط ديال هذاك الماده اللزجه اللي كتكون فيها، ومن بعد هذيك الماده اللزجه عضف ليها الزنجلان وضيف ليها المواد اللي بقات باش ديرها في الشعر ديالها، فغتعطيها فعاليه اكثر. بالنسبه للاخت كتقول لنا وحده انها بغات تعرف واش زيت البابونج تيصلاح لتبييض المناطق بعض المناطق من الجسم، وشحال من مره في النهار تستعمله؟ اذا زيت البابونج كيمكننا ناخذ معلقه كبيره منه ونزيدوا لها معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، كنخلطوها مزيان وكندهنوها في المناطق اللي بغينا تبيض، كنديروا بها واحد المساج ديال 10 دقائق ثم كنخليوها نص ساعه. هذه العمليه كنديروها 3 ديال المرات في الاسبوع مده ديال شهرين. عندنا اذا السؤال ديال سناء اللي شعرها طويل ورطب ولكن ناشف وكيتقصف. نعم، فتاخذ معلقه كبيره ديال زيت الكوكو. واسمح لي لقطعتك يا دكتور عماد، هذا المشكل ديال النشوفيه، الشعر ناشف تقريبا ولا يعني ما كايناش السيده اللي ما كتشكاش منه؟ نعم، الاخت اش من مدينه؟ بني ملال. بني ملال، فكاين بعض المناطق اللي كيكون فيها دابا خاصه دابا كاين الجو حار، فملي كيكون الجو حار فبالتالي كيوقع الماء ما كيبقى لناش على المستوى ديال البشره ديالنا وخاصه ديال الجلده ديال الشعر، حيت كاين بعض الناس اللي عندهم الماء كيتفقد دغيا خاصه ملي كتكون اشعه الشمس كثيره وكتكون الحراره كبيره، فكيتفقد الماء من البشره ديالهم، بالتالي الا تفقد الماء الشعر ما كيبقاش مغذي وبالتالي كيعطينا هذا المشكل ديال التقصف وديال الشعر ما كتبقاش فيه ديك الرطوبيه وكنحسوا بالنشوفيه فيه. فاحسن حاجه ان تاخذ واحد معلقه كبيره ديال الزيت ديال الكوكو ومعلقه كبيره من اللب ديال لافوكا. اذا معلقه كبيره ديال زيت الكوكو ومعلقه كبيره من اللب ديال لافوكا، غتخلطهم مزيان، غتحصل على واحد الكريمه اللي غدهن بها الجلده ديال شعرها وشعرها وتخليها مده ديال ساعه ثم تغسلها. هذه العمليه ديرها جوج ديال المرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور. وهذه صالحة كذلك لكل السيدات اللي كيعانيو من الشعر ناشف. نعم بالفعل، لان كتحاول ترجع هذاك الماء اللي كيتفقد من الخلايا ديال الجلده ديال الشعر. شحال من سيده دكتور عماد كتستعمل زيوت او خلطات ديال اعشاب وزيوت باش تغذي الشعر؟ نعم. ديالها، ولكن كتقول لك كيجيب لي الله الا شعري من بعد كيزيد ينشف. كيزيد ينشف لان شنو السبب من رايك؟ اغلب ديال السيدات كيخليوها كتبات في شعرهم، فهاد الغلط هذا ديما كيديروه. ولا خلينا كاين بعض الانواع ديال الزيوت اللي كيمكن لها تبقى في الشعر بحال زيت الكوكو بحال زيت اللوز الحلو بحال زيت المشماش مثلا او زيت الخوخ، فهادو زيوت اللي دغيا كتمتص وما كتبقاش على السطح ديال الفروه ديال الراس. اما بالنسبه لخاصه زيت الزيتون وخاصه زيت نوار الشمس او زيت الخروع او زيت ارغان ماشي ديال الجميل، يعني زيت ارغان اللي كتكون ديال الطبخ، فهادو ربعه ديال الزيوت اللي كيبقاو بهم، فإلا تايلا عمرو المسام بالزيت فبالتالي كيمكن لها تعطينا مشاكل، ما كتستافدش لا الفروه ديال الراس ولا الشعر ما كيستافدش من الزيوت هذه. اذا احسن حاجه ان اقصى حد نخليو الزيوت في شعرنا هو ساعه ثم نغسلوها عاد الى بغينا ننعسو. عندنا الاخت خديجه من مكناس اللي كتسولك دكتور عماد، عافاك واش العرعر مع اللبن مزيان لتبييض البشره؟ نعم، تاخذ العرعر واللبن. نعم، اذا تاخذ معلقه كبيره ديالو مع كاس صغير ديال اللبن اللي كتخلطو مزيان. العرعر كي كيتستعمل؟ فهو العرعر عباره على شجره، كناخذ الاوراق ديال العرعر. الاوراق ديالو كتيبس؟ نعم كتكون يابسه وهي اللي كتستعمل، يا اما هي يا اما الفواكه ديال العرعر، يعني دوك بحال الحبات كتكون على المستوى ديال شجره العرعر اللي كتفرزها كذلك كنستافدوا منها. فهو علاش؟ لان فيه واحد الزيت طيار وفيه مواد كثيره قويه اللي كتبيض لنا البشره. واما اللبن كما كنعرفوا فهو كيحتوي على البكتيريا اللي عندها افرازات غازيه اللي كتحقق لنا داك التوازن ديال التوازن على المستوى ديال البشره،
واللي كتساعدنا باش نتخلصوا من دوك الافرازات او السموم اللي كتكون على المستوى ديال البشره، لان البشره كنعرفوا السموم اللي كتكون فيها او بعض التعفنات كذلك كتعطينا هذا المشكل هذا ديال البشره كتولي باهته او الدوره الدمويه. فلا العرعار ولا البنين كانوا مخلطين فكيمكن لهم يساعدوا الدوره الدمويه اولا والتخلص من الفضلات ثانيا، وثالثا انها تصفي لنا البشره وترجع لها ديك الحيويه ديالها. عندنا كذلك السؤال ديال الاخت عيشه من خنيفره اللي كتطلب منك دكتور عماد وصفه لتجاعيد وتكون كدار يوميا، كتقول لنا انه عندها 39 سنه وجهها فيه التجاعيد بزاف وبغات وصفه لتبييض الاماكن الحساسه او المناطق الحساسه من الجسم. التجاعيد سؤال اللي تهوى كيرجع لينا كثير. نعم. وكاين تجاعيد اللي كيظهروا والسيده مازال صغيره في السن، يعني كنفهموا اليوم انه ماشي بالضروره هما عندهم علاقه بالسن. نعم. تجاعيد فيهم انواع دكتور عماد. نعم. كاين تجاعيد اللي كنقولوا ديال التعبير، مثلا شي سيده كيضحك بزاف او كيحزر بزاف كيبقى لي بلاصه في الجبهه ديالو كتحمر له في الوجه. لا بالفعل، علاش هو علاش نتيجه التجاعيد؟ كما قلنا كاين واحد الكولاجين، الكولاجين اللي هو عباره على واحد البروتين اللي هو السلسله اللي كتجمع لنا الخلايا اللي كتكون عندنا في الجسم، يعني بحال السلسله اللي كتشدهم. هذا الكولاجين الميزه ديالو انه مرن، يعني الاستيك، كيتماشى مع الحركيه ديال البشره. ولكن هذا الكولاجين ملي كيتضرر، اولا نتيجه مثلا الشيخوخه، نتيجه استعمال المواد التجميليه بزاف واحد المده كبيره كنطولوا فيها، ثالثا حتى الاشعه الشمس اللي الاشعه اللي كتنبعث مثلا من الحاسوب، يعني من البيسي، وشاهدنا ان الناس دابا البيسي ولا عندنا حتى هو عايش معنا في الدار، حتى هو فرد من افراد العائله، حتى هما كيمكن لهم ياثروا لنا على هذا الكولاجين هذا. رابعا التغذيه، ان ما كتكونش عندنا واحد التغذيه متوازنه. وخامسا ان كتكون مساله وراثيه، اذا خمسه ديال الحوايج كتجعلنا هذا الكولاجين هذا كيقصح، ما كتبقاش فيه المرونه. اذا ملي كيقصح شنو كيوقع؟ البلاصه اللي كيكون فيها هذا الكولاجين قاصح البشره كترهاف من ديك الجهه ديالو، يعني حيت نورمالمون خص الكولاجين يتماشى مع الحركيه ديال البشره، ولكن هو كيبقى قاصح، اذا البشره كتحرك ولكن الكولاجين ما كيتحركش منها، وهذا اللي كيعطينا ذاك الارتخاء. وهذا الارتخاء يعني هذا الكولاجين كاين في كثير من المناطق كيكون فيها الكولاجين قاصح، وهذا الارتخاء الكثير هو اللي كيعطينا التجاعيد. اذا الوصفه شنو خصها دير؟ خصها تحاول تحيي لنا داك الكولاجين وترجع ليه ديك المرونه ديالو، فهذا هو الهدف. بحال كنقولوا البشره خصها تعاود تقصح شويه تجبد. داكشي باش كتلقى دابا يعني اللي كدار هي كيديروا دوك ليباري اللي كيداروا على المستوى البوتوكس. فنعم، فكاين ليباري اللي كيكون فيهم هذه ماده الكولاجين اللي كتعاود كيديروا بحال الكولاجين الاصطناعي. ولكن لتفادي هذه المشاكل نقدروا نديروا واحد الوصفه وقائيه، يعني السيده تبدا الوقايه ديالها على تيسر بالفعل من واحد الخضره اللي كنلقاوها في المطبخ بزاف اللي هي القرعه الخضراء. حنا نقول لك واش الخيار لا ف القرعه الخضراء عندها واحد الفائده كثيره، وكاين بزاف ديال الناس اللي كيهملوها، يعني كاين انواع ديال القرعه خفيفه هذه. بالفعل فغناخذوا جوج معالق كبار ديال القرعه الخضراء محكوكه، وكنضيفوا ليها صفر بيضه مسلوقه ومحكوك. اذا جوج معالق كبار ديال القرعه الخضراء محكوكه وصفر بيضه مسلوقه ومحكوك، كنخلطوهم مزيان حتى كنحصلوا على واحد العصيده صغيره، وكندهنوا بها البشره ديالنا وكنخليوها مده ديال نص ساعه، ثم كنغسلوها. هذه العمليه كنديروها ثلاثه ديال المرات في اليوم في الاسبوع، ويمكننا نستعملوها دائما لان ما ضرش لينا البشره ديالنا. يعني وصل حال التجاعيد اللي دايرين بالعين. نعم، جميع انواع التجاعيد، لان هذه كلها مواد ما يمكنلاش تضر لينا بالبشره ديالنا او تضر لنا بالصحه ديالنا. واش زيت ارغان تتصلح من المنافع ديال زيت ارغان انها كتحارب التجاعيد؟ غير زيت ارغان ما خصناش نكثروا منها، ما خصناش نديروها في النهار، درناها في النهار فهي كتكحل البشره، وخاصة إذا كانت البشرة سمراء فكتزيد لها في السمورية ديالها. وكاين بعض الحالات إذا البشرة سمراء دارت أرغان فكتبقى ديك السمورية ما كتحيدش. وبالنسبة للأرغان ما نكثروش لأنه كيعطينا داك كما كنقولوا داك التمدد ديال البشرة. وعاوتاني إلا زدنا مددنا البشرة كيمكننا نأثروا عليها، يعني نضروها. فمن الأحسن نديروا وصفات اللي يمكننا نستعملوها دائما. دائما على رقمنا 5590 تواصلوا معنا، طرحوا الأسئلة ديالكم على الدكتور عماد 5590، ثمن الرسالة هو 6 ديال درهم احتساب الرسوم. كتبوا رسالة كتبدا كلمة حديث هي الأولى، ثم الاسم والمدينة باش نقدروا إن شاء الله نقراوا الرسالة ديالكم. عندنا سلمى من الدار البيضاء كذلك دكتور عماد اللي كتسولك على اللثة عندها سوداء.
نعم. باش غادي تنصح سلمى من مدينة الدار البيضاء وغادي نستقبلوا كذلك مكالمات المستمعات. اذا سلمى يمكن لها تاخذ معلقة صغيرة ديال عرق سوس مطحون، معلقة صغيرة ديال القهوة مطحونة، معلقة صغيرة ديال باديان مطحون، وجوج عويدات ديال البشنيخة. هاد الخليط هذا كامل كندقوه مزيان حتى كيتدق او كنطحنوه مزيان، ثم كنغربلوه في غربه رقيق وكنهزو بالفرشاة ديال الاسنان هاد الخليط هذا مع معجون الاسنان وكنحكو به اسناننا ثلاثه المرات في اليوم بعد الوجبات. مازال غادي نرجعوا كذلك معك دكتور عماد لتبييض بعض المناطق من الجسم، واش نعم. زيت البابونج كتصلح او لا لا، وشنو هي اذا الامور اللي ممكن تستعمل السيدات؟ دائما على رقمنا 5590 ممكن تبعثوا لينا بالاسئله ديالكم. حديث مغزل مع سناء الزعيم، معك لالا احسن دكاتره كل صباح، سولي وما يجاوبوا، تصلي واستشري على رقمنا 0522 77 24 24. معنا شيماء من مديونه. السلام عليكم شيماء. السلام عليكم سناء، مرحبا بك على راديو اصوات شيماء. انا سعيده جدا جدا اني نشد لي الخط اليوم باش ندوي معك ونقول الدكتور ماتو. بحال 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 كاع خوت الحمد لله، كلهم دكاتره ديالنا الحمد لله. تحيه لخويا معتوق ومبروك عواشرك. تفضلي دكتور عماد معاك، شنو سؤالك؟ اشنو الصفه اللي بغيتي تسولي عليها؟ الام ديالي عندها تجاعيد في الوجه ديالها باقي صغيره وظهر لها تجاعيد مبكرا، وهذا الشيء يلاه كنا تنتكلموا عليه دابا. شكون اللي خرج لها التجاعيد؟ نتوما واقيلا الله يسمح لينا من الوالدين. فاختي وغادي يمكن لك ديرها الوصفه اللي عطيت دابا اللي غتاخذي فيها جوج معالق راه سجلتها ياك شيماء؟ سجلتي الوصفه اللي عطات الدكتور عماد ديال التجاعيد؟ سجلتها. ايوا هذه راه مزيانه، هذه يمكن الام ديالك تستعملها فهي راه مفيده ليها ان شاء الله. صافي. عندي واحد السؤال اخر. شنو هو اختي تفضلي؟ عندي تساقط الشعر عندي من قدام ديال الشعر ديالي كله طايح، كاين شعري طويل ولكن من القدام طايح ما كاينش. ما 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 فيك لا حكه، ما عندكش فيه الحموريه، ما كاين لا حبوب لا والو. لا والو. واخا خليك في الاستماع غنفيدك ان شاء الله اختي. صافي شكرا. الله يبارك فيك. شكرا على واجب. غادي ناخذوا الاخت نجاة من اكادير. السلام عليكم نجاة. الو صباح النور لالا. صباح الخير لالا سنة، مبارك عواشرك. الله يبارك فيك نجاة. مبارك عواشرك دكتور عماد. مبارك عواشرك اختي الله يبارك فيك. لا خليك بغيت نسولك دكتور على واحد الوصفه كنعطوها لي وما عرفتش واش مزيانه ولا مزيانه، بغيت نستشر معك الله يخليك. يلا قولي لي نسمع. فيها الصانوج اللي هذه ديال تساقط الشعر. اييه. فيها الصانوج. اها. وزيت ديال الثوم. اها. والقطران الرقيق. اها. والكافور البلدي هذيك ما عرفتش، والحديده الحمراء. اييه. هاد المواد اللي فيها واش مزيانين ولا لا؟ واخا الشانوج شنو كتعني بالشانوج؟ الحبه السوداء ياك؟ اييه. ماشي هي الحبه السوداء، انا بغيت نركز لك عليها، فالشانوج بوحده والحبه السوداء بوحده. ياك؟ اذا الحبه السوداء هي حبه البركه اللي هي بالفرنسيه كتسمى لانيكال. هذا غلط كنديروه كاملين، فالشانوج ماده سامه. الحديده الحمراء، الحديده الحمراء شنو هي الحديده الحمراء؟ عباره على معدن. إذن هي حديده فعلا؟ نعم هي عباره معدن من المعادن اللي كيستخرج في البلاصه فين كيكون فين كتكون كما كنقولوا العكر الفاسي اللي هو عباره على معدن، فهاد المناجم هذه كتكون هاد الحديده الحمراء. فاختي الحديده الحمراء من الاحسن تجنبيها لان يمكن لها تعطينا مشاكل على المستوى ديال الفروه ديال الراس. بغيتي تستعمليها الا درتي الحديده الحمراء فهاد الوصفه ما تفوتيش فيها مده ديال 4 ساعة وانت دايرها في شعرك. صافي. الا ما كانش فيها الحديده الحمراء فيمكن لك تستعمليها 30 دقيقة. وبالنسبة للشانوج حيدي اختي راه هو مادة سامة لأن الشانوج ماشي هو الحبة السوداء. صافي. الكافور البلدي يا دكتور؟ الكافور البلدي ماشي مشكل، الكافور البلدي فهو الكونفخ هي مادة مزيانة وماشي مشكل، كيساعد حتى هو في النمو ديال الشعر وعنده منافع كثيرة على الفروة ديال الرأس وكذلك منافع كثيرة على إلا لاحظتي أن كنعطيه بزاف في المشاكل ديال الالتهابات ديال العضلات بالنسبة للبرودة، فما عندكش مناش تخافي اختي. وهاد الكافور البلدي تستعملوا زيت؟ نعم. زيت الكافور البلدي. زيت ديال الكافور البلدي
وعلاش قلت لي انا حيت القطران الرقيق اللي هو القطران الطبيعي اللي كنهضر عليه دائما الا تخلط الكافور البلدي مع القطران الرقيق ومع زيت الثوم فكتنقص داك الجهد ديالو وكتستافد منه البشره. تفضلي نجاة شنو سؤالك الثاني؟ شكرا انا لاله سناء عندك عندي ولدي عنده لا ليرجي وكندير ليه رشاشات غير بغيت نعرف واش العسل ديال لوكاليتي يصلح ليه غير باش نعاون شويه. مزيان عطيه شحال في عمر الوليد؟ عنده 10 سنين. الله يخلي لك. غتاخذي معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل صافي نخلطو مع الماء ولا غير بوحدو؟ صافي عطيه ليه بوحدو ماشي مشكل. بارك الله فيك. واحد السؤال ثالث عافاك الله يرحم الوالدين. مرحبا اختي تفضلي شنو صافي مشى ليا. ها قولي عاد بلا مشطار رجيم قولي عاد بلا مشطار رجيم الله يفكرنا في الشهاده. امين بارك الله فيك دكتور. الله يبارك فيك. هذيك القرعه اللي درتي على التجاعيد واش الكورجيت؟ الكورجيت هي القرعه الخضراء. الله وراه حتى القرعه شوف اي نوع ديال القرعه راه مزيان للبشره سمعتيني؟ بارك الله فيك دكتور. ما كاين حتى شي مشكل. الله يبارك فيك. وغدا الجمعه. وعليكم السلام ورحمه الله. غدا الجمعه انت حتى القرعه الحمراء حتى هي راه مزيان صافي. شكرا لاله سناء. شكرا الله شكرا على واجب نجاة تحيه لكم باكادير على الموجات راديو اصوات 100.4. معنا الاخت مينا من جديده. السلام عليكم مينا. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك على راديو اصوات. الحمد لله الله يبارك فيك. يا اخت سناء لاباس مينا الحمد لله. كدير الدكتور عماد؟ والله الا بخير اختي ملي كنسمع صوتكم. وكدير الدكتور معصوب؟ لاباس عليه واخا دار معايا بليزير. يلا تفضلي مينا ناخذ السؤال ديالك للدكتور عماد. بغيت الشعر دابا عندي ما نايش معايا واخا دارت لي الدواء اللي قال لي ما نايش عماد الدكتور. واخا شنو اللي قال لك الدكتور عماد وشحال الوقت استعملتيه؟ قال لي زيت نوار الشمس. ايه وباقا ما لقيتش زيت البابونجور وقال لي ايوا اذا انت مازال ما استعملتيش الوصفه. باقا ما استعملتهاش عاد زيت ديال البابونج ودرت ديك اللي قال لي الفسيقه وشوفي تبتي امينه واش دابا زيت البابونج لقيتيها ودرتيها ولا ما لقيتيهاش؟ لا باقا ما لقيتش هذيك قلت لك وصفه اخرى ثاني سمعتها من عنده. اه واخا دابا شنو السؤال ديالك؟ قلت لي الشعر ما بغاش ينوض ما كاينوش نهائيا. شحال استعملتي؟ قول لنا بعدا الوصفه اللي استعملتي بعدا نعرفوك بعدا شنو درتي في شعرك. هي راه ما استعملتهاش لانه ما لقاتش الزيوت. اذا عندك الشعر ما كاينوضش. اه ما كاينوش نهائي وخدرت لي شحال من دواء كيقول الدكتور عماد كنديرو ما كاينوش. وقول لها دكتور عماد شنو اللي عندها في الدار وشنو اللي ممكن نستعملو على هذا الحل؟ واخا قولي لها. واخا حنا عارفه العربيه ما عندنا والو. واه ورا العربيه هي كل شيء. العربيه هو الاساس. يلا ما تقولي لي نهضر مع سناء معاه. واخا يلا قولي غادي تاخذي واش نقول لك خذي واحد معلقه كبيره ديال الزريعه ديال المعدنوس مطحونه. اي ياك وجوج معالق كبار ديال زيت الخروع. اها ياك هادو كاينين هادو كاينين. ايوا يلا معلقه كبيره ديال زريعه المعدنوس مطحونه وجوج معالق كبار ديال زيت الخروع وتخلطيهم. اه وغادي تدهني بهم الجلده ديال شعرك وشعرك وتخليه مده ديال ساعه. صافي ساعه وتغسليهم وديريها جوج ديال المرات في السيمانه مده ديال 3 شهور صافي. ولكن راه مده ديال 3 شهور دابا حتى تفوت 3 شهور دابا عاد عيطي قولي واش صدقات ولا ما صدقاتش. شحال مرات ديرها في الاسبوع في السيمانه؟ جوج المرات في السيمانه وتخليها ساعه ديما كانه. سمعتي يا مينا واش سمعتي بعداش قال لك الدكتور عماد؟ لا سمعته. ايوا مزيان يلا قول لي شنو بغيت كل ما ممكن تعطيني النمره ديالك ولا لا النمره ديالي ما كنعطيهاش ولكن ها هي ملك غادي تاخذ الرقم ديالك و واخا انا غنعطي الرقم ولكن بغيت نسولك لا ما كاينش برنامج ديال الدكتور معتوق. لا دابا الدكتور معتوق في عطله ديال الصيف ان شاء الله غادي يوقف هذا شهر 8 ولكن شهر 9 غادي يرجع ان شاء الله. والدكتور يلا نعم لميا المساوي هضرت معاها وقالت لي غنعيط لك. شوفي مينا هادشي نهضروا فيه خارج المباشر لانه معنا السيدات على الخط. يلا نعطيهم حقهم. شكرا لك على التفاهم ديالك وشكرا ومرحبا بك دائما على راديو اصوات. وكنذكر بانه برنامجكم كاين الحل مع الدكتور معتوق ما كيتوخر حتى على شي واحد. راه حنايا كنفتحوا باب التواصل في وجه الجميع. طبعا الدكتور معتوق هو في عطله والبرنامج كذلك في عطله صيفيه لمده شهر 8 ولكن ان شاء الله مع الدخول
دخول، وفي شهر 9 بحول الله البرنامج يعود. والدكتور معتوق دائما في رهن الخدمه والاشاره ديال كل مستمعاتنا ومستمعينا على راديو اصوات. دائما احنا مباشره في برنامجكم حديث مغزل مع سناء الزعيم. غادي ناخذوا اللحظه الاخت امينه معنا من تيزنيت. السلام عليكم مينا، ويا ريت نختصروا شويه في الاسئله باش نعطيو يعني الحق والوقت اكثر لكل المستمعات. صباح الخير اخت مينا. سلام على سناء، بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. مبارك عواشركم. شكرا مينا من تيزنيت، مرحبا بك على راديو اصوات. شنو سؤالك مينا؟ سؤال ديالي انا قصيره، عندي 15 عام دابا، وفرق ديالي 140 سنتيمتر. هذه الدكتور عينات بغيت شي وصفه باش تساعدني باش نتوالى. عندك 15 عام؟ واخا دكتور عينات شنو تقول مينا؟ غادي نقول لها غتاخذ معلقة صغيرة ديال زيت الأرز 3 ديال المرات في اليوم، يعني في الصباح في الغداء وفي العشاء بعد الأكل. صافي زيت الأرز ويلدو سادغ زيت شجرة الأرز، هذيك الشجرة ديال الأرز ماشي زيت الرز. صافي زيت الأرز هي في تيزنيت في الجنوب. تيزنيت موجودة، موجودة تبارك الله، كاينة كاينة تما، كاينة زيت الأرز كثيرة تما. تحية لكم تيزنيت مينا. معنا الأخت خديجة من الدار البيضاء. السلام عليكم خديجة. السلام عليكم اختي سناء. وعليكم السلام ورحمه الله، شكرا لك اختي. بغيت نسول الدكتور عماد، سميتو بنتي عندها داك هرمون الذكوره طالع، ايه، وبغيت نسول شي وصفه اللي تساعدها على سميتو هذاك الهرمون دال الحبوب في وجهها بزاف وكيكحال. بغيت نسولو على شي وصفه طبيعيه. واخا البنيته شافت الطبيب؟ شافته، دار تحاليل ديال الدم. دارت هو اللي بين ليها راه عندها سميتو. نعم عندها الشعر في الوجه ديالها وفي بناتها. لا لا واخا عطاها شي ادويه الطبيب ولا ما عطاهاش؟ المهم ما تبعاتش هذا الادويه ديال الهرمونات، ما تبعاتوش. عطاها الدواء ديال الحبوب، كانت متبعه على الحبوب وداك الشيء، ملي شاف داك الحبوب ما بغاش يبرا عاد باش عطاها التحليلات ديال الهرمونات، ملي هذاك لقات داك هرمون الذكوره طالع ودار لها الحبوب صافي في وجهها وما كيكحل. ولكن غنتفاهموا دابا، ملي نعطاك الطبيب الدواء ديال الهرمونات باش تاخذه ما خداتوش؟ لا ما خداتوش. ايوا اولا بعدا راه كما قلت انا راه ما كاينش الهرمونات في النباتات، هذه مساله هضرنا عليها شحال من مره ياك. الهرمونات اللي عطاها الطبيب فضروري خصها تاخذهم باش يوازنوا ليها المستوى ديال الهرمونات على مستوى الذات ديالها، ياك ضروري خصها تاخذو ياك. وصفه المساعده غادي نعطيها لك، ولكن الهرمون اللي عطاها الطبيب ضروري خصها تاخذو باش يوازن. واخا شكرا اخويا، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. دائما معكم مباشره على راديو اصوات سماع وتمتع، كنهديو لكم 24 24 أو على رقمنا الثاني اللي هو 55 90. ثمن الرسالة 6 ديال الدراهم مع احتساب الرسوم، ف 55 90 ماشي غتعيطوا فيه، ولكن غادي تصيفطوا على هذا الرقم رسالة SMS، غادي تكتبوا فيها كلمة حديث هي الأولى متبوعة بالاسم وبالمدينة، ثم السؤال ديالكم للدكتور عماد، أي وصفة أي عشبة شي حاجة اللي عندها علاقة بالجمال ديالك لالا، بالبشرة بالشعر بالأسنان بالجسم، أو شي حاجة طبعا اللي عندها علاقة بالصحة ديالك أو الأسرة ديالك، ممكن تسولي عليها الدكتور عماد الاختصاصي في العلاج بالأعشاب ودكتور في الصيدلة. معنا دائما مباشرة سناء من قلعة صراغنة. السلام عليكم. وعليكم، كدير اختي سناء؟ لا بس الله يبارك فيك، انا فرحانه بزاف بالمشاركه ديالي. مرحبا بك، وانا كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يا ربي. امين يا رب العالمين، نزيد من العطاء ان شاء الله يا سيدي يا ربي. امين يا ربي. تفضلي شنو سؤالك؟ والاخ عماد، الله يبارك فيك، الطاقم ديال الاصوات، الله يبارك فيك اختي، وكنتمنى لك التوفيق بزاف بزاف اختي سناء، الله يحفظ لك البنقه ديالك. امين امين، ويخلي لك معز عليك يا ربي. ورا الناس ديال قلعه صراغنا كيسلموا عليك كلهم. مرحبا بسلامهم. ايه والله يحفظك اختي، شكرا. وشوفي سناء دابا انا نقلدك هذا الصباح، غادي تسلمي على كل السيدات في قلعه صراغنا دار دار، سلمي عليهم بزاف، قولي لهم سناء الزعيم كتبارك لكم في العواشر. الله يحفظك اختي وبارك الله فيك، ومرحبا بكم ديما على راديو اصوات ان شاء الله من العطاء. امين يا رب العالمين، والعائله ديالتي كلها كتسلم عليك، وانا فرحانه بزاف لانني شاركت معاك. مرحبا مرحبا سناء، يلا وناخذوا السؤال ديالك. ماشي غير هذه هي المشاركه الاخيره والاولى، ان شاء الله نشارك معاك ديما ان شاء الله. ان شاء الله
ايوا اختي الله يرحم لك الوالدين. باغا نهضر مع الاخ عماد. معلوم هو معك في الانسا تفضلي. اختي انا كنسمعك. الله يسهل عليك اختي. بغيت شي وصفه ديال بوم زوي. ايه لانني تنعاني منه بزاف بزاف بزاف. ولا عندك شي وصفه ديال زياده في الوزن سريعه ان شاء الله ونتمنى لك التوفيق. وانا راني شويه مرتبكه وصافي ما عندك علاش تخلعي. هاد الزياده في الوزن بسرعه راها ماشي صحيه غير باش نتفقوا عليها. هادي ما كنصحوش اي بها. يعني السيده تضعف دغيا او تزيد في الوزن دغيا كوني متاكده انه هادشي غياثر لك على الصحه ديالك. وانا غنخلي الدكتور عماد هو اللي غادي طبعا يشرح لك هادشي. هذا اختصاصه دكتور عماد باش تنصح سناء بومزوي وزيادة في الوزن. فبالنسبة للبومزوي غادي تاخذ معلقة كبيرة ديال الخروب مطحون، معلقة كبيرة ديال الويزة مطحونة، ومعلقة كبيرة ديال الزعتر مطحون. هذا الخليط هذا كامل غادي تخوي عليه نص إطرو ديال الماء يكون مغلي وتخليه يطلق مزيان. ملي يطلق مزيان هذا الخليط لمدة ديال 10 دقائق كتصفيه مزيان وكتاخذي منه كاس صغير بعد كل وجبه. بالنسبه للزياده في الوزن فالزياده ديال الوزن السليمه كما كنقولوا فكتاخذي جوج ديال البنانات، نص حك ديال الحليب المركز، ثلاثه ديال الياغورتات، والبيض ديال بيضه. اذا جوج ديال البنانات، نص حك ديال الحليب مركز، ثلاثة ديال الياغورتات عاديين، والبيض ديال بيضة. هاد الخليط كامل كطحنيه في الخلاط الكهربائي حتى كيتطحن مزيان، وكتولي كتاخدي كاس صغير 30 دقيقة يعني نص ساعة بعد كل وجبة، يعني ثلاثة ديال المرات في النهار. وهاد العملية غادي تتبعها مدة ديال 3 شهور وما يكون غير الخير ان شاء الله. بالله تحيه لكم قلعه سراغنا. اخت سناء سلمي لينا على ناسك وحبابك. معنا ام خديجه من واد زم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليك. الله يبارك فيك. شكرا ام خديجه. الله يحفظك. شكرا مرحبا. امين يا رب العالمين. كلمة على الدكتور عماد باكي العواشر. هو معك في الانسان. طول لينا في عمركم. شكرا لله. البرنامج ديالكم ناجح. الله يبارك فيك. الناس توظم كلهم تيسلموا عليكم وكلهم معجبين بكم. الله يبارك فيك. شكرا لكم. الله يحفظك. تفضلي ام خديجه مرحبا. شنو سؤالك؟ في عندي واحد بنيته ملي كانت عندها تقريبا ديك 6 سنين بقات تلعب بشعرها من المقدمه ديال شعرها. ايه لوات عليه واحد الشيت مشطه لوات واستعصى الامر باش نحيد نديرها قطعنيها على من الجدر. من تما هذيك البلاصه المقدمه ديال الشعر ماشي بحال الشعر الاخر اللي اللون بحال حرشه واقفه والشعر الاخر مزيان. اذا نعم اذا غديري الوصفه اللي عطات الاخت اللي اتصلت بينا. غديري معلقه كبيره ديال الزريعه ديال المعدنوس مطحونه. نعم اخي. وجوج معالق كبار ديال زيت الخروع. اذا معلقه كبيره ديال الزريعه ديال المعدنوس مطحونه وجوج معالق كبار ديال زيت الخروع. وتخلطيهم مزيان وغادي دهني بهم جلده ديال الشعر وشعر البنيته وتخليه مده ديال ساعه ثم تغسليه. هاد العملية هادي غديريها جوج ديال المرات في الأسبوع مدة ديال 3 شهور. الله يحفظك خويا الله يخطيك. غير أم خديجة ردي البال مع البنيتة عندها 6 سنين ملي ديري لها هادشي ديري لها شي دريرة ديال القطن باش ما تمشيش تحك شعرها وتمشي دير عينيها في يديها في عينيها واخا؟ الله يحفظك. ردي لها البال. دابا راه عندها 19 عام وهي كتحكي. وتبارك الله. راه شرفات. وتبارك الله. هو اللي صحابني مازال عندها 6 سنين. كنقول لك عمل دابا دابا وعقدها. لا لا ولكن شوف ولكن المهمات ديما كنبقاو صغار في عينيهم. الله يحفظك اخويا. شحال ما كبر الانسان كيبقى ديما داك البيبي اللي كتهزها في يديها وكتردها. الله يخليها لك وتفرحي بها ان شاء الله. تحيه لكم بواد زم. السوداء ديال الوجه ديال الحبوب اللي كيتب. واخا على راسنا وعينينا. خليك معنا في الانسان ام خديجه. معنا مروة من مدينة الدار البيضاء دكتور عماد. السلام عليكم أخت مروة. مروة السلام عليكم. عليكم السلام على الله. مرحبا بك على راديو أصوات. الله يرحب بك الخير على الله. تفضلي. أنا نادية من الدار البيضاء. ماشي مروة. نعم. واش مروة ولا نادية؟ أنا نادية. نادية واخا تفضلي أخت نادية. مرحبا بك على راديو أصوات. الله
الله يطول في عمرك. شوفي لالا عافاك سولت على راجلي مريض بلا قلت عنده قالوا له عندك لا قلت وقلت ماشي دوايه لا بغيت داك الله خير. نعم واش كاين دواء بالاعشاب لاغود دكتور عماد؟ اول حاجه عرفتي على ناديه حنايا راه كتعرفي البرنامج ديالنا ومع الدكتور عماد كنشتغلوا بضمير وبمهنيه. الحاجه الا كاينه غنقولوها لك والا ما كايناش راه ما نكذبوش عليك. واخا لا ما كاينش ودكتور عماد هو الاختصاصي هو اللي غيقول لك اش كاين. الله يسهل عليك. نشوف شحال تقريبا هو مريض بهاد عنده هذا المشكل هذا؟ يلا حتى 3 شهور باش بداتي. اذا الطبيب عطاه بعض الادويه ياك؟ عطاها لا سيدي. واخا عطاه واحد الدواء ديال فيه ماده الكولشيسين واحد الدواء قهوي واحد بواطه قهويه. اييه اييه فهذاك اسمع سيدي انعمل انعمل كيفخات ليه الرجل اييه حيت هو فهمتك واش ولكن ما قبل ما كانش كيدير ريجيم. كان كياكل كل شيء وكياكل الدسام اذا هذاك هو نتيجه الترسب ديال الدسم اللي ما كيدوبش كيبقى كيدور في الدم وكيتجمع فهذا هي هذا هو اللي كيعطينا هذا المشكل هذا ياك. اذا شوف احسن دواء هو داك الدواء اللي قلت لك عليه دابا هذاك من واحد النبته اللي كتسمى الكولشيسون سبيسيوزوم. هاد النبته هذه اللي هي الوحيده اللي عندها فعاليه ضد لاغوت ياك. ولكن هاد النبته الا خديناها حنايا واستعملناها عاديه بعد اصلا ما عندناش في المغرب والا خديناها حنا واستعملناها عاديه فهي ماده سامه اللي كتقتل فإلا عن طريق واحد الاستخلاصات اللي كتتم في واحد المختبرات خاصه ياك وكنخرجوا من هذيك الماده للمعالجه اللي هي كنلقاوها في داك الكينات اللي كيتعطاو لاصحاب لاغوت راه كاينين في الصيدليات وهذوك هما الوحيدين العلاج لهذا المرض هذا. وما تحاوليش تقلبي على شي نبات او شي وصفه طبيه كما كنقولوا وصفه طبيعيه عفوا اللي غادي تعالج لك هذا المشكل هذا لان اي كاع جميع المواد الطبيعيه اللي كتحيد هذا المشكل ديال الشحمه من الدم كما كنقولوا كتحاول تعاون هذا لاغوت كلها كتمشي وكترسب كتعطينا واحد الترسبات على مستوى ديال الكلاوي وكتعطينا واحد التسممات على مستوى ديال الكبد فهمتي. اذا ماشي حنا بغينا نعالجوا حاجه وغادي نضروا حاجه اخرى. اذا تكافئي مع داك الفانيد اللي قلت لك ولكن اهم حاجه من هادشي كامل هو ديك الحميه يعني داك الريجيم اللي عطاه الطبيب خصو يلتزم به لان الا ما التزمش به راه دائما غيبقى في هذا المشكل فهمتي. والمشكل ديال لاغوت راه كيجينا من فمنا كما كنقولوا راه داكشي اللي كناكلو من الفم هو اللي كيزيد ياثر وكيزيد يرفع لنا هذا المشكل. لا لاغوت ولا الكوليسترول ولا ارتفاع الضغط ولا السكر. لا بس كنفك سيدي واش كيوزع كيبرانيها ايام ولا كيبقى عاوتاني؟ لا الا تعالج بالادويه كيتحيد وكيبقى الانسان مولاه كيعيش حاله طبيعيه ولكن الا ما درش الريجيم يعني الحميه ديالو وما خداش الادويه فوقتها كما عطاه ليه الطبيب فكيتفاقم من الوضع ديالو. واخا سيدي صافي فهمتيني اختي؟ واخا سيدي ونتمناو تعيطي لينا ونشوفوا الزوج ديالك كيبقى. عندك فقر الدم ماشي مشكل بحال كيفاش فقر الدم ما فهمتش اختي؟ وفقر الدم حاجه اخرى فقر الدم واش هو الزوج ديالك يعني فقر الدم؟ ناديه؟ نعم لالا. واش عندكم واش راجلك عنده فقر الدم؟ عنده فقر الدم وجوجه لاغوت كاع. لا هو فقر الدم حاجه اخرى فقر الدم ما عندوش علاقه بلاغوت. فقر الدم يمكن له ياخذ معلقه كبيره ديال الكركديه مطحون وياخذ معلقه صغيره ديال الفوق مطحونه يخلط هذا الخليط هذا كامل وغادي يزيد عليه نص يطرو ديال الماء ويخليه يطبخ فوق العافيه حتى يطبخ مزيان ويصفي هذا الخليط هذا وياخذ نص كاس صغير في الصباح بعد الفطور ونص كاس صغير في العشاء بعد العشاء وهكذا غادي ينقص له فقر الدم. نعم بالفعل وخلاص التغذيه المتوازنه غير هو خصو ياخذ الحميه اللي كيعطيه الطبيب لان الا ما كانش الحميه راه دائما كيتفاقم هذه المشكلات. ولكن لاغوت ما عندهاش العلاج بالاعشاب. لا ما نكذبوش على الناس. نعم بالفعل ولكن العشبه اللي كتعالج هذا الكولخيكوم سبيسيوزوم هاد العشبه كما قلنا ما يمكنش تخرجوا ديك الماده المعالجه الا في طريق المختبرات لان النبته في حد ذاتها ماده سامه. اذا من الاحسن يعني لا غيتخاد الدواء هو الدواء عباره على الدواء ديال النباتات اللي كيتخذ دابا لاغوت. حنايا غادي ناخذ اخر مكالمه هذا الصباح من عند الاخت سلمى من اكادير. السلام عليكم سلمى.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك على راديو أصوات سلمى. الله يبارك فيك، مبارك عواشركم. شكرا لك، تفضلي شنو سؤالك للدكتور عماد؟ السؤال ديالي بغيت شي حاجة ترطب الشعر وشي حاجة للحبوب، عندي الحبوب بزاف في وجهي. واخا الحبوب السؤال اللي تطرح علينا والكلف او البقع السوداء وترطيب الشعر، دكتور عماد بقات لنا جوج ديال الدقائق. اذا بالنسبه للحبوب غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الطين الاخضر، معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، البيض ديال البيضه، واللب ديال الخوخه وحده. اذا معلقه كبيره ديال الطين الاخضر، معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، بيض بيضه، ولب ديال الخوخه وحده. كنخلطوا هذا الخليط هذا كامل، كندهنوا به البشره ديالنا وكنخليوه مده ديال ربع ساعه ثم كنغسلوه. هذه العمليه كنديروها ثلاثه ديال المرات في الاسبوع مده ديال شهرين. بالنسبه للبقع السوداء، البقع السوداء وتبيض بعض المناطق، فغادي ناخذ جوج معالق كبار ديال اللوبيا البيضاء اللي كنسلقوها مزيان، ثم ملي كتسلق كنحكوها في ديك الحكاكه اللي العيون ديالها رقاق، يعني الحكاكه فين كنحكوا الثومه. إذن جوج معالق كبار ديال اللوبيا بيضاء مسلوقة وكنحكوها في حكاكة رقيقة في العيون رقاق، كنزيدوا لها معلقة كبيرة ديال زيت نوار الشمس ومعلقة كبيرة ديال المكور محكوك، كنخلطوا هذا الخليط هذا كامل وكندهنوا به البشرة ديالنا مزيان وكنخليوه مدة ديال نص ساعة ثم كنغسلوا. هذه العملية كنديروها جوج ديال المرات في الأسبوع مدة ديال 3 شهور. وهكذا ان شاء الله غادي تلقى راحتك على هاد الوصفات. اخت سلمى تحيه لكم مدينه اكادير على الموجه 100.4. دكتور عماد كنبغي نشكرك